السلام عليكم. هذه رسالة للتلفازات المغربية. علاش بزاف ديال المسلسلات الدرامية والسلسلات الكوميدية في هذا رمضان تعطات فيها البطولة للنساء؟ عارف غير غيتجبد هذا الموضوع ديال النساء وغيشي صداع من جهة الجمعيات النسوية الفيمينيست أو من جهة الناس اللي هم زربارين باغين غير يصدروا الأحكام ويصدروا الكليشيات بدون الحد الأدنى من السؤال ومن التحليل. مبدئيا أنا مع البطولة يتقاسموها جوج أو ثلاثة أو ربعة ديال الممثلات، ما كاين حتى مشكل. أكثر من ذلك تنطالب باش تكون بطولة مطلقة ديال مرة وحدة. عندنا ممثلات مقتدرات جدا يقدروا يهزوا الحمل ديال الكوميديا أو دراما غير بوحدهم بلا ما نذكر أسماء باش ما خسرش خواطر. اذا مادام انا ما عنديش مشكل مع بطوله نسويه فرديه او ثنائيه او جماعيه، فين هو المشكل؟ المشكل عندي هو عدم التوازن. المشكل عندي في الكاي دو شارج، دفتر التحملات اللي تتفرضوه نتوما التلفازات المغربيه على شركات تنفيذ الانتاج وعلى المبدعين. نتوما التلفازات المغربيه اللي تتفرضوا المواضيع ديال المراه حريه المراه وزيد وزيد، وشركات تنفيذ الانتاج ومعهم المبدعين باش يفوزوا بالبروجيات ديالكم تطيحوا على نفس المواضيع ديال المرأة وتنوليو نتشابهوا بحال مولي الحرشة. علاش ما تفرضوش في البطولة ديال الدراما وديال الكوميديا مثلا 50% 50% باش الممثلين الرجال حتى هما يلعبوا ادوار بطولية سواء فردية او ثنائية او جماعية؟ هادشي اللي كاين في مصر. جعفر العمدة مسلسل ديال محمد رمضان مدعم بنجوم ونجمات. تحت الوصاية مسلسل ديال منى زكي مدعمة بنجوم ونجمات. الهرشة السابعة بطولة ثنائية، أمينة خليل ومحمد شاهين مدعمان بنجوم ونجمات. إلا ركزنا غير على المرة بوحدة غيوليو عندنا إشكاليات. أولا الممثلات هما بوحدهم اللي يخدموا، والممثلون إما غيمشيو للقاوي إما غيمشيو القوي. ثانيا الممثلات هما اللي غيحترفوا وغيتمرسوا على البطوله، والرجاله غيلعبوا ادوار ثانويه ولا غيكتفيوا بتكومبارسيت. ثالثا غنبقاو ندورو في نفس المواضيع، الرجل الخائن، الرجل القمار، الرجل الخمار، الرجل الشماته، المراه البطله والضحيه. شنو هو الحل في تقديري خاص؟ فلسفيا واش ما يمكنش بدل ما نفكروا غير بنص عقل وندافعوا على المراه بوحدها باش تنوض جهه اخرى وتدافع على الرجل بوحده، واش ما يمكنش نفكروا بالعقل كامل ونفكروا في حقوق الانسان وسدينا؟ حقوق الانسان فيها الراجل، فيها المراه، فيها الطفل، فيها اصحاب احتياجات خاصه، الاقليات، الاختلافات العقائديه، الجنسيه، اللغويه، الثقافيه، وزيد وزيد. واش حنا المغاربه لابد خصنا نديروا ما داروا الكور باش نتشتوا كما هما مشتين؟ واش حنا المغاربه ما محتاجينش ننشروا ثقافه حقوق الانسان بدل تجزئه المجتمع وتشطيره وهو غير قابل للتجزئه؟ المجتمع لحمه واحده، المجتمع كائن واحد ماشي طرفه ديال اللحم. باختصار اعتقد ان التلفازات المغربيه خصها تعيد النظر في توزيع البطوله بين الرجال والنساء في الدراما والكوميديا لعل وعسى نوصل لواحد التوازن. راهو لينا طالبين معكم غير التعادل. والسلام على من اتبع الحكمه.